الكبد هو الجهاز المسؤول عن امتصاص السموم في جسم الإنسان. الجهاز ده لو حصل له أي حاجة، الحياة بتتحول لمعاناة. مريض زرع الكبد ده حاجة من اتنين، إما مريض عنده فشل كبدي واستسقاء وارتفاع في نسبة الصفرة وغيبوبة كبدية متكررة وقيء دموي، ودوت المريض ده لو ما زرعش خلال شهور قليلة ممكن الله لا يقدر المرض ده يودي بحياته. الحاجة التانية حدوث أورام في الكبد، والأورام دي قد تتطور وقد أحجامها تكبر وقد تدخل في شرايين أو في أوردة من الكبد، وبالتالي تمنع زراعة الكبد خالص. فإذا الموقف بيبقى بالنسبة للمريض كريتيكال، لأنه محتاج يزرع خلال فترة وجيزة، وإذا لم يتحقق هذا يحصل له مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى عدم استطاعته للزراعة أصلا، أو يا الله لا يقدر نهاية حياته نتيجة المرض نفسه. الحقيقة المرضى يعانوا من التكلفة العالية، لأن العملية تكلفتها يعني خارج إمكانيات معظم المصريين. المستهلكات بتاعة العملية كلها مستوردة وبالدولار. عندي تليف كبد، وبعد تواصل الأطباء احتجت لعملية زرع كبد، وأنا عندي أخواتي 3 يتبرعوا لي، اللي فصلت هتيجي عليها تعبر هيتبرع لي. عملية الزرع كبد قال لي محتاجة من 350 ل 400 ألف جنيه، بس انا مش معايا ان انا اقدر حتى اعمل التحاليل هتصرف عليا من 30 ل 40 الف جنيه. بقالي 6 سنين متابع مع الدكتور كبد، كل 6 شهور سعاده الباشا اروح له متابعه وتحليلات وعلاج. بدا المرض في السنه 7 اللي انا فيها ديت. طبعا قال اسلم حل ولادي، اسلم حل لابوكم الزارع اللي جاي العمليه من 500 ل 600. زراعه كبد أخلي طبعا أعلى حاجة، اللي ربنا قدره على حاجة قدر، ما بخصفش حد، والباقي على الله وعلى أولادي بتصرف فيه، بس احنا كده كده داخلين إن شاء الله العملية، اللي ربنا قدره على حاجة رئيس أباشي ماشي وأكمل. أنا بعض أمراض الكبد ملهاش مسكنات، يا إما تعمل عملية زراعة الكبد أو تنتهي حياتك. كل ده مقابل مبالغ قليلة بالنسبة لحياة بني آدم. محمد علي، كل يوم On E.